خلونا ندخل في الموضوع مباشرة ونبتدي كلامنا بمباراة النهاردة أمام المصري البورسعيدي على ملعب برج العرب في تمام الساعة 9 مساء إن شاء الله. لازم نكون متفقين أننا الفترة دي عندنا أكتر من اتجاه ماشيين فيه، والحقيقة برضو مجلس إدارة النادي عبر عن ده بكل وضوح وبكل شفافية. الأول هو تجهيز البديل الكفء اللي وارد جدا أنه يتحول من لاعب بديل إلى لاعب أساسي، وده بالمناسبة اللي ظهر بشكل واضح جدا في مباراة الاتحاد السكندري اللي كسبنا فيها بثلاثية. طبعا ظهور أكتر من لاعب شاب في ماتش الاتحاد، ووارد جدا ان احنا نشوف الامر ده بيتكرر مره تانية في ماتش النهارده ان شاء الله. دي بالنسبه لكل الجماهير نقدر نقول ان هي بارقه امل تطمنا كده على المرحله اللي جايه ان شاء الله هتكون عامله ازاي. يعني انا عن نفسي يمكن بقالي اكتر من 48 ساعه على السوشيال ميديا بتابع ردود افعال كبيره جدا على تالق المهاجم احمد سيد غريب اللي سجل هدفين، منهم هدف قريب شويه من طريقه الهولندي الشهير روبن فان بيرسي نجم المان يونايتد السابق، وكثير من جماهير النادي الاهلي ابتدوا يقارنوا بدايته ببدايه النجم الكبير عماد متعب. لو تفتكروا في موسم 2004 2005 كان عماد متعب وقتها عنده 21 سنه وسجل حضور عظيم مع المدرب مانويل جوزيه، وطبعا مع منتخب مصر مع كابتن حسن شحاته في ماتش ليبيا بصفه خاصه لو تفتكروا. نرجع بقى لكلامنا مره ثانيه، الحقيقه نجاح مجموعه اللاعبين الشباب في الفتره المتبقيه من عمر الدوري هيكون اهم مليون مره من اننا نحزن ونضيع وقت على ضياع، يعني بالتعبير عن حزننا على ضياع اي بطوله محليه. معروف يعني هي راحت ازاي بدون العوده للتفاصيل اللي طبعا كتير جدا من حضراتكم ما كانش كلكم عارفينها، واحنا عن نفسنا واحنا مش عارفينها بس مش هنقول بقى قتلناها بحسن الحقيقه. بص انا هقول لك حاجه، كلام مظبوط 100%، واعتقد مش بس جماهير الاهلي، الجماهير المصريه عامه واي حد من عشاق يعني الكره المصريه او الاهلي متابع اللي بيحصل على ارض الواقع وعارف بالظبط ايه اللي بيحصل وعارف المشاكل اللي عندنا كانت سواء تحكيميا او ضغوطات او غيره، فالناس على درايه او يعني الصوره فيها شفافيه، يعني ما فيش حاجه مستخبيه على حد، يعني ما فيش سر مثلا مخفي عن الناس مش عارفين هو ايه اللي بيحصل ده مع الاهلي، خلاص الموضوع فيري كلير زي ما بتقال او باين جدا لاي حد. فده شق. الشق الثاني بس اللي احنا عايزين نتكلم عليه وبقالنا يومين بنقوله من وقت تصريحات كابتن محمود الخطيب، انت ابتديت تشوف على ارض الواقع اولى خطوات الاصلاح. الكلام ده انا قلته انا وكريم وهنأكد عليه كل يوم، لان فعلا مع بدايه هذه التصريحات والقرارات اللي كانت في غايه الاهميه ابتديت تشوف يعني نتائجها على الارض، والنتائج ايجابيه جدا، فنتمنى اللي جاي يكون كويس. كمان بالنسبه للحكام واحنا معانا خبر وهنتكلم بالتفصيل بشانه، بس انك تتكلم عن هذا الانجليزي المخضرم مارك لايتنبرج واللي هيحصل بعد لما يتولى المنصب، وبالمناسبه هو بما ان هو جاي عشان يطور، فناس كثيره بتقول لك طبيعي جدا، وكان كلام سياده الوزير اشرف صبحي قال لك هو كده كده جاي يطور وهياخد فلوس طب ما يتعين، وده امر بديهي وانا اتفق جدا مع هذا الراي، طالما الراجل موجود وبيشتغل وبياخد فلوس يبقى ياخد بوزيشن، وعلى هذا الاساس برضو يدب تقييمه، والراجل جاي باجنده والراجل جاي بسكادجول معين وعنده لقاءات في غايه الاهميه، وده كله هنتابعه بالتفصيل. لكن منظومه التحكيم في مصر كانت ولابد محتاجه نوع من التطوير والامساك كده زي ما بيتقال كريم، لازم انت كنت تعيد حساباتك في حاجات كتيره جدا. اعتقد كل اللي بيحصل على ارض الواقع ده من اصلاحات في صالح الكره المصريه وليس فقط في صالح يعني النادي الاهلي، فكلنا سعداء باللي بيحصل ده بجد. خليني اكمل واستكمالا لكلام كريم، والكلام ده اكدناه وقلناه اكتر من مره وهو كان اتجاه في الفترة الأخيرة، والحمد لله إن احنا دلوقتي بإيدينا بنجهز البديل الكف، البديل الجف للموسم اللي جاي بإذن الله اللي هتكون فيه برضو تحديات كتيرة جدا، وأكيد الموضوع مش سهل، وأكيد عايزين نتكلم كمان عن قرعة دوري أبطال أفريقيا اللي قلناها امبارح وهنكملها مع حضراتكم، اللي جابت لينا برضو في الدور ال 32 المؤهل بإذن الله لدور المجموعات، وهيكون الفائز طبعا من يعني الجيش الرواندي والاتحاد المنستري التونسي. وبالمناسبة برضو خليني أقول لحضراتكم المباراة أكيد مش هتكون سهلة أبدا، وأنت بتتكلم الآن بطل تونس اللي هيشارك في النسخة دي، يعني بطل تونس، فهو أكيد تفوق في الدوري التونسي على أسماء كانت عريقة جدا زي النجم الساحلي والصفاقسي والإفريقي، وكان وصيف كمان لبطل الدوري والترجي، ده يعني حاجة أعتقد برضو صعبة وحاجة ما هياش سهلة، فإن شاء الله نكون بنشوف قرعة، يعني هي أكيد قرعة صعبة ما هياش سهلة، لكن أنا أتمنى إن شاء الله إن الأمور تكون لصالحنا، أنا بتمنى ذلك يا كريم ومتفائلة برضو
بيني وبينك. بصي القرعه مش هتكون سهله، وبشكل عام مشوار النادي الاهلي الفتره اللي جايه عموما بقى، مش بنتكلم على بطوله بعينها، لا الدوري لوحده ولا بطوله افريقيا لوحدها، انا بتكلم مع حضراتكم بشكل عام الفتره اللي جايه ان شاء الله اكيد هتشهد يعني تغييرات جذريه ملحوظه وليها انعكاسات طيبه ملموسه وكلنا شايفينها وشاهدين عليها، وجماهير النادي الاهلي اللي استحملت فترات مش قليله كان الوضع فيها يعني مش مظبوط من كل النواحي الحقيقه، وكالعاده وكطبيعتهم كجماهير وافيه وعندها يعني محبه ملهاش سقف ملهاش اخر ملهاش حدود للنادي الاهلي ولهذا الكيان العظيم موجودين دايما في ظهر اللعيبه. وعلى ذكر اللعيبه اكيد برضو يعني استكمالا للكلام اللي كنا بندردش فيه من شويه انا ونهاوند، اكيد الفتره اللي جايه هنشوف خير. ليه؟ لان احنا عندنا مصنع وخط انتاج بيطلع لنا ابطال مستقبليين، ابتدينا نشوف ارهاصاتهم بالفعل ابتداء من ماتش الاتحاد اللي فات، واكيد هنستكمل الاستمتاع بمشاهدتنا ومتابعتنا من خلال ماتش النهارده. دم جديد بيضخ، ناس نازلين جعانين كوره بالمعنى الحرفي، كل واحد فيهم عايز يثبت نفسه ويثبت قدراته ويثبت امكانياته ويثبت ان هو يعني يستحق انه يلبس تيشيرت النادي الاهلي. دي الروح اللي احنا عايزينها، لان دي ببساطه شديده دي روح البطل اللي احنا متعودينها من لعيبه النادي الاهلي.